ظهر المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في مقطع فيديو وهو يقوم بحركة رياضية تحدى من خلالها ثلاثة من نجوم الرياضة ووكيل أعماله مينو رايولا. وطالت زلاتان تعليقات رواد التواصل الاجتماعي على تويتر، فعلق أحد الحسابات: أنا مش فاهم هو بيعمل إيه، بس عظمة. بس أكرم خالد كان له تعليق آخر فقال: أشياء فقط زلاتان يعملها، ركزوا على الركبة.